كيفاش بحتي خيالك لا وسع على بالك كيفاش بحتي خيالك لا وسع على بالك قلبي نقز من الضلوع مشالك قلبي نقز من الضلوع مشالك. مرحبا في الجزء الثالث والاخير من جي دي تي يحضر فيه ضيوفنا اليوم هلا نور تصفيقه كبيره على هلا على نادر الغندري على ايه عساس على سي جلال الدين السعدي عليكم انتم السادة المشاهدين اللي ما رقدتوش وقعدتوا ساهرين معنا ونذكركم اللي بشكون سهرة استثنائية نهار الخميس الجاي في جي دي تي جي موانزا قبل عام 2022 وان شاء الله مش سنة سعيدة لا ان شاء الله ان شاء الله عام مبروك لا سنة سعيدة والحمد لله فلا ما سنة سعيدة بصراحة اعفيونا سنين شنو احوالك نادر حاضر الحاضر ما تقوليش بوناني نادر بوناني انا اي ميغان برا منير بدل الزامبول نادر عاود يرجع من جديد لتونس من بوابه النادي الافريقي ان شاء الله من فيفري بارتير من فيفري ان شاء الله بارتير دو فيفري ان شاء الله نرجع مع الكلوب كنت باش نرجع بارتير دو سبتمبر مي كان فما دي بروبليم في الاداره و افيك مون ترانسفير في جامايتش في بلجيكا مي كنتش نجم نلعب مي ان شاء الله من كل جمهور الكلوب ان شاء الله تنرجع في فيفري ان شاء الله باهي نادر شنو اللي خلاك ترجع للنادي الافريقي؟ لاعب يمشي لاوروب ويرجع وانت اصلا من مولود؟ مولود في باريس انا معناتها مولود في باريس عملت كارير كلها لبرا علاش معناتها علاش ديما حس عندك حاجه سبيسيال مع الكلوب؟ والله جيت انا في الكلوب كنت 18 سنه جيت في تونس لعبت لهنا 3 سنين ما كنتش نتبع الكلوب قبل ولعبت في الكلوب ربحت كاس تونس وربحت بطوله والجمهور لهنا ولاني نحب الجمعيه هذه بعد هذا القضاء وقدر معناتها جي في ما كارير اون بلجيك لعب بعد الكلوب و جي في 6 سنين غادي و جي ديسيدي دو ريفنير معناتها افيك لو نوفو بريزيدون يوسف الهلمي و لو نوفو لانترينور منتصر الوحيشي تحيه لهم شو ريفنو غراس ا يو معناتها بالمحبه ينجم يقول لك شكون ينجم يلعب بلاش انت تلعب بلاش بلاش لا على خاطر خدمتي كيفاش نعاون امي وبابا انا معناتها مع الكره ما نجمش ناخذ هل هي اكثر من اخر شهريه خذيتها في بلجيكا ولا نعم معناتها الشهريه باش تاخذها في الكلوب اكثر من شهريه لا لا في بلجيكا لا اقل الحمد لله هاي. الحمد لله سيدي ان شاء الله ربي يزيدك وما احلاك بالرسمي قداش متواضع وقداش محلاك اما بلي عندي سؤال هكا ظريف معناتها اسكو انت بالرسمي جمعيتك في تونس هي النادي الافريقي والله قبل ما نجي في الكلوب كيف قلت لك ما عنديش جمعيه ما عنديش انا سمعت اللي كنت حاب تلعب مع جمعيه اخرى كنت باش نجي قبل الكلوب كنت باش نجي نصاحبي تراجي ومن بعد ما اون سي با انتونجو مع لونسيان انترينور و منتصر لونسيان انترينور اللي تقصد فيه انا هو دو سابر سيباستيان دو سابر نتذكر هل صحيح انه طلب منك انك تعمل اختبار؟ اي حاب يعمل يحب نعمل تيست وانا قلت له ما نعملش تيست على خاطر جاي من برا وانت قلت لي ايجا قلت له ما نعملش تيست انا في تونس وانا مروح هما منتصر والانسان بريزيدون كلموني قالوا لي ايجا قلت لهم نعمل تيست قالوا لي لا طيب هاني جاي انت على التيست واش قلت في التيست بيان سور كان انا نعمل تيست ونتضرب ولا مش النهار نتاعي معناتها ما تعرفش على الدنيا هل قيمتك معناتها نتاع تيستويت انت؟ لا متاع مش حكايه قيمه كان لازم نهار تعمل تيست على خاطر ما عندك جمعيه ولازمك باش تلقى جمعيه اعمل تيست ما انا كان عندي جمعيه وفما برشا هما عيطوا لك زاد ايجا هما عيطوا لي ايجا عمل تيست مش انا دقيت على الباب هما قالوا لي دونك وقتها يولي مش مقبول بيان سور وقتها يولي مش مقبول باهي شنو رايك في بلال عيفه بلال في كاس العرب 55 معناتها الاكس انت وياه هذا ان شاء الله ان شاء الله سي اون الى في ان تري تري بون كوب عرب برافو عليه والله بالله تعال البلبل ان شاء الله يكونتينيو كوم سا ان شاء الله يعاوننا في الكلوب ربي يعاونه ان شاء الله درست فل هذا من وزن زائد من ان سور بوا في عام يرجع يلعب مع المنتخب الوطني التونسي قال بلاصته معناتها يظهر لي مش هيجور نجم يعمل هكا معناتها يظهر لي عنده اون فورس دو كاركتير فوالا لازم تاع فو افوار اون فورس دو كاركتير تري تري فورت و دون لا في يا كو الترافاي كي باي معناتها وقتها تخدم توصل في اي حاجه في الدنيا هاي
قول النادي الافريقي وحارس المنتخب الوطني التونسي معز حسن. معز حسن معناتها برشا انتقادات وجهت له على البونتو في الفينال ضد المنتخب الجزائري. ما قريت البونتو اكيد. اي شفت مي سي فاسيل دو دير دار ان ايكرون ينجم يحط شد وينجم سي با كوم سا. وقت تشوف تعرف الكره تشوف الجوار الجزائري اللي شوتها الكره عملت هكا كان جاي ينجم يهزها يخرج. تاير معز خاطر بيان سور معز عمل لي لا في ان تري تري بون كوب. Même si, grâce à la défense, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire, mais il a bien joué au pied, et c'est ça qu'il faut retenir dans le football. Hasbara, qui est le maillon faible dans la Coupe arabe? Le maillon faible? Non, il fait... Jamaat l'Okhrin? Non, non, c'est Tounes. C'est Leia, les sages de la Coupe. Ils ont bien joué. Après, on n'a pas ramené la Coupe. C'est ça le plus gros défaut. Mais, tahia alayhom lkol, jouaret kol, le staff, kamel, au Tounes kamel. هذا إجابة دبلوماسية. نعطوا القنصلية تو. معناتها نجم جاوبها في ميسيون تاع سبور كي يستدعوا سافا أداء إبراهيم. في البرنامج هذا اللي يحطوا الضوء الأحمر هذا معناتها نجاوب سي بون. الناس تبان في الأمبيه. أوسكار شنو نسألك؟ ما قلت لي كل عجبوني في اللي عجبوك شكون يجيو الأخرين في الكلاسمون؟ ذكي السؤال تاع قنصل، سؤال قنصل هذا. السؤال هذا لا خاطر هذا إجابة دبلوماسية. وين نرفض الاجابات الدبلوماسيه؟ انا مع تونس انصومب و ريان معناتها سي دي هذا ابسط نسمي انا بدلو كيسيون اعطيك كيسيون بياج عزين الدفاع امريكي الديفونس عجبتك امريكي لا باهي ما كانش فما ملاعب مريح مثلا تضرب ما اثرش كي تخلط طالبي بلاصته نو باهي كلهم باهيين اللي خذا بلاصه الاخر باهي معلول وبن حميده نختار انا تو اي مش نظرك شكون خير بن حميده لعب اكثر بن حميده باه دراجل خلط من بعض دراجل علاش خلط من بعض ها هذه المشكله اي معناتها شنو الروندمون تاعو عجبك باه باه غيلان الشعلاني وفرجاني سيسي ابدا غيلان زوز ولا نختار اختار اللي تحب غيلان اكثر رجلاه برشا والى الى مونتري ان بو بلوس مي فرجاني سيسي ما تنساش اللي هو الاكسبيريونس ويعرف يلعب وذكي شعره غيلان زاد زوز كان نطلب منك تنحي واحد منهم باش يلعب بلاصته شكون تنحي في الكوب عرب ولا في ليكيب ناسيونال كان يدير شكون في ليكيب ناسيونال قول لك تيان انت في ليكيب ناسيونال بين غيلان وفرجاني نحي لي واحد باش تلعب انت بلاصته تحب تلعب معاه معناتها ولا تحب يكون تون بارتنير والله نلعب وحدي انا قدام ونحط شكون تلعب وحدي نلعب وحدي الو انا تلعب لا لازم شكون تختار اختار مباراه غيلان على خاطر جي ديجا جوا افيك لوي لعب ديجا معاه في الاولمبيك فرجاني مازال ما لعبتش معاه كونتر مي مازال ما لعبش معاه كي لعبت كونتر سافا معناتها ايه سافا شيك ضحكتك لا خاطر سي ان بون جوار فرجاني سي ان بون جوار باهي يوسف مسك اي شنو رايك؟ عاون الى كل عادة عاون وكل ينجم يحكي مع اكثر وان شاء الله ربي معاه اسكو ان مومون تا سونتي اللي حنا بعد ما يحبوش صحابه يعديوا له الكره كيما تحكي؟ نو انا سمعت انا مي سي نامبورت كو هذا الكلام اللي يتقال سي نامبورت كو ما فماش هذا في وقت انت تعرفوا بيرسونيلمون حنا بالو لا ما نعرفوش بيرسونيلمون مي ما فماش هذا من حب وقت تكون صغير هذا في لي دون لي دون لي اكاديمي فما هذا لا ما نحكيش احكي ما تحكيش با سمعت مولود في باريس كيف كنتي حنا با اي ولعب في الاكاديمي نتاع باري قبل ما يمشي معناتها من بعد المانشستر معناتها لعب معناتها شويه في الصغار تاع موناكو ظهر لي من بعد مشى لمانشستر كان عندك نصيحه لي حنا بعد شو تقول؟ ارجع لتونس اول زيد اخدم روحك ايتا بلاس في مانشستر ان شاء الله العب لو ماتش لو ماكسيموم دو ماتش بوسيبل ان شاء الله وفرح البلاد كامله باهي الجزيري في الاتاك جاز معناتها اما خويا هذايا وشرفنا برشا وربي يحفظه ان شاء الله لا فين شكون قاعد سليتي؟ مازال سليتي ولا اسمع اعطيه بقعة منظر الكبير مازال محمد سليتي خارج منظر الكبير نايم نايم وناعي شكون تلعب من خليه شكون تختار؟ نايم سليتي سمحت نايم سليتي وما عادش انا وفي راس بالعرب كان تختار منهم واحد ولا طالبي شخرج طالبي في طالبي ديفونسور خلينا نكملوا الحوار يوسف سميتهم له كله كان نختار نعيم ونعيم سليتش سي بلوس ديكسبيريونس بلوس ديكسبيريونس ابخي في راسو سي ولا ضد فكره المدرب المنتخب الوطني التونسي منظر الكبير فما دو زافي اليوم يقول لك وصوله للدور النهائي هو دليل انه صفا مدرب باهي عطى اللي عنده نتائج موجوده وكمان وصول للدور النهائي وانك تخسر في برولونغاسيون ماشي حاجه خايبه
والبعض يقول لك انه جاء الوقت انه لازم نخمو في مدرب اقوى المنتخب الوطني التونسي قبل كوب دي موند وقبل كان. انت شنو رايك؟ انا شراي اللي قرروا هما اني معاهم والله اللي وقت انا جاي جوار انا معناتها فما يجيبوا اي انترينور معناتها باش نسمع كلامه و كو سوا سيمون در الكوتش ولا واحد اخر معناتها جو سيري برونابل معناتها ابري سيمون در لو كوتش الى في ان تري تري بون كوب اراب يا رانا لي روبروشي ابري نحن جوارات يلعبوا مش هو كي جو معناتها ابري سي لوي كي دوني التكتيك Mais c'est au jour d'aujourd'hui, mais elle, c'est moi dans l'entraîneur. Waf, ben, chacun notre zao, quoi, Miguel. On a tour de table. Je suis le meilleur joueur du jeu, vous entendez? Comme je connais, c'est le meilleur joueur. Parce que vous êtes dans le coup arabe, l'année, on a bien. Je connais, je vous connais. Le coup de cœur, Hanna Baal. Hanna, tu as le boule. Hanna Baal, Hanna Baal. يا حسره باي يذكرها في الوالد معناتها الوالد حنا بعض الوليدي يذكرك في حنا بعض يا حسره لا 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 هو جايبوا الجوار اخر من روما توا سوا ابن خلدون وسخفني مرحبا بالعمالقه مخيلي ولا مع والله العظيم حسي له حنا بعض روعه حنا بعض صغير وغاذني برشا وسخفني ياسر وقت اللي هكا شويه عنفو اما خوات خوات ويسير بين الاخوات وخليو للصلح مكان ويزوم الفتنه اسكو تو معناتها بارتاج سيت افي ولا او بيرسونيلمون moi si j'aurais partagé mon avis j'aurais dit jazz لا 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 مش على ذا معناتها مش على احسن جوار معناتها انه صار تونسيون في الماتش شكون الجوار اللي شاد يسير بيان سور يسير سي كوم سا سي ما فتنوش ليكسيتاسيون دو ماتش زيد في كلمه غيلان وبلال عيف غيلان وبلال عيف ما تفرجتش نعرف الكل محلاهم كل محلاهم برا ما تفرجتش كل محلاهم ما تفرجتش نجاوب الكل محلاهم خاطر كل محلاهم في الكوره ما نعرفش اسامي هذا اللي جاي تفرجتش بالكدا انا شكون ما حنا بعل ما نعرفش اسامي ما تعرفش اسامي ترصد قول وصف لي واحد تقول لك شكون ما تفرق ما نعرفش نتفرج في الكوره سامحني بالحق بلال عيفة وسيف الدين جزير بلال وسيف بلال عيفة وسيف الدين جزير دراجر وبلال عيفة دراجر وبلال عيفة منظرك باهي هذا بلال عيفة يا خاطر توت ليستوار نتاعو عندي سؤال للغندري انت تو في بارتي ديال ليكيب ناسيونال ا مومون وقتها لونترينور اي تا سورتي ديال ليكيب ناسيونال اش تحس معناتها سا دو ايتر تري ديفيسيل بور جوار سي افون لا كوب دو موند افون لا كوب دو موند Tu es à fond avec l'équipe nationale ou là tu te rases de la rancœur de le footballeur qui a pris ta place. Non, 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 je suis pas quelqu'un qui est jaloux. Tu sais ça, l'équipe nationale. Bien sûr, tout une scène. On est au Baba d'origine. Je suis fier d'être tunisien. Maintenant, quand tu es tunisien, tu es là, c'est normal. Bravo. Anna, بعد عندك باش نحكي في un sujet plus ou moins tabou. Je n'attique سؤال. ومن بعد انت وضح كيما تحب. واضح. وي بيان سور معناتها باش نطرح عليك سؤال ومن بعد خليك الحريه. معناتها نعرف مليح اللي معناتها التونسي كي تقول له مثلا اسرائيلي راه ينجم ما يقبلش. تقول له معناتها نعرف نفرقوا بين يهوديه اللي هي ديانه واسرائيلي اللي هي محتله فلسطين، نعرف نفرقوا ما بيناتهم الزوز. معناتها قالوا ان انت المانجير نتاعك اسرائيلي. اسرائيلي ولا مسلم عنده توا اكثر من 10 سنين. اه سي معناتها دخلوا يا بابا ما شاء الله مش انا دخلته مي انا عرفته ولا هو مسلم عرفته انا وقت حكيت معاه وقال لي اسمي جيريمي وانا شفته قلت له لا امبوسيبل تحكي جيريمي وتحكي لي في الدين وكل قلت له لا جيريمي مي وعندي توا في الاسلام عندي 10 سنين واسمي امير معناتها بديت نخدم معاه وكل خويا هذا معناتها يمكن البعض يعرف واش طر الحكايه كي خرج يقول لك سو ماناجير اسرائيلي ما لا راه مسلم معناتها راه ماهوش فوالا وعندي ليك سوربريز اه بون تعال شوف معايا ادخل جيريمي السلام عليكم حبيبي كيف حالك؟ بون نادر تي ميساج ان ديريكت دو لا غارن كولومب دو شي موا سور لي تيران دو فوت لا اون سي رونكونتري بور بارلي 30 سكوند دو توا دو نوتر ريلاسيون كون ا انسومبل افيك لا تيم Et tout simplement, voilà, si j'avais un mot pour décrire Nader Gandri, c'est la fidélité. C'est un homme qui est fidèle en amitié, qui est fidèle avec sa famille, fidèle avec son papa, sa maman, l'amour qu'il leur donne, l'amour qu'il donne à ses sœurs, qui est fidèle à ses principes, à ses valeurs, avec l'association NIA par exemple, qui est fidèle avec son pays, la Tunisie, avec la France, avec sa ville aussi, Paris,
le 75 qui est toujours derrière son dos, qui est fidèle avec son club de toujours, le club africain. Et pour toutes ces raisons, Nader, pour toutes ces raisons, c'est ça qui fait que c'est très simple de travailler pour toi, c'est très simple de travailler avec toi. Donc moi, je te souhaite une super saison avec le club africain. On se retrouve très rapidement à Tunis, en Tunisie. Et un grand salam à tout le monde sur le plateau. Et j'espère vous voir très bientôt en direct sur votre plateau. Je vous embrasse fort. Tahia Tunis. Magnifique. لا اون بلوس تو ديرك السلام عليكم ساعه قلت له السلام عليكم عايشكم بتعرف هو حكي لي على حاجه تو هو حكي لنا قال نعرف انت تعمل في اعمال خير اسكو قلقك كان نحكيو عليهم ولا نو نو باش وريك تصويره معاش قل لي قل لي شنو تعمل فيها التصويره هذه بالضبط محمد احكي لنا قبل نحكي لك جاء النهار جيت وقت جيت لتونس كلمت صاحبي هاجي كان يخدم في الكلوب قبل وقلت له اعطيني النمرو نحب نحكي مع اسوساسيون دارنا ديما نشوف في الفيسبوك دي بوبليسيتي وكل كلمت الراجل اسمه الياس الياس بوزا تحيه كبيره الياس بوزا تحيه في بوكو دو خير في تونس بور لي زورفلان في تونس و سيت انفون لا سي محمد il a 15 ans il est orphelin handicapé و سيتي عيد ميلادو و الياس كلمني انا قلت له ديجا وقت جيت لتونس قلت له كنت فما دي راسومبلومون وكل كنت حاب تعمل الخير راني معاك معناتها سي كوم سي فوتو برافو اون بليس نجم نحكي لكم في نادي راهو معناتها ابار الكره راهو برشا جمعيات خيريه موجود فيها ديجا فما جمعيات اللي تعطي في الماء هكا ولا معناتها برشا جمعيات ماذا بيا ما نحكيش عليهم نحب نخليها بالستر نتاع ربي ابار عندك جمعيه انت ديجا لاهي بها هكا ولا جمعيه اسوساسيون اي عندي اسوساسيون مع اختي الكبيره ناجيه اسوساسيون نيا او ان جي نيا اون لا ابلي كوم سا On s'occupe de faire des forages, bir, fait l'Afrique, ou l'Ethnie, j'aime qu'on fait Tunis, fait le Maghreb, fait Aïe Blasa, ou une pommèche le main. Nous avons les orphelins, nous avons les madrassas, fait Nishil au Coran, j'ai parlé au Coran. Bravo. Ou c'est important, on est normal, c'est que Rabbi, c'est. Inch'Allah, Rabbi, barik. Voilà, Mahnèche. Mais, Dersha. باش نعطيك ستة أسئلة وتوعدني ساعة ما تجاوب كان الحقيقة ساعة والله توعدني اللي تجاوب عليهم الكل لا كيك صادق تجاوب عليهم الكل زاد لا لا تبرومي جو برومي مي سي جو بو با ريبوند لا لا تا دغوا ان جوكر كاو اوكي ان جوكر ان سول جوكر باهي نادر الغندري فلوسه فاش يستثمر فيها فلوسي وين ماشي تون ارجون تو لانفيستي في شنايا في جو كونستروي شنو تبني نبني ديار معناتها في الايموبيليي واه دون الايموبيليي في تونس ولا البر في تونس في تونس معناتها عندك ريزيدونس نتاعك ماشي اس بلس 2 هكا انا كريو جي لازيف بابا بوتيت ا بوتيت ان شاء الله بشوي بشوي باهي نادر الغندري انت جيمر هكا ولا معناتها باللي جو فيديو انا اكثر جو فيديو تلعبه كول اوف ديوتي وارزون وارزون باهي مالا حاضر باسيفيك الاخرانيه فوالا دونك رد بالك باسيفيك الاسلحه راه تبدلت بي بي هاش اي ذول وعملوا الماب الاخرى يتفرجوا فينا يقول لك ذوما فاش يحكي لا يفهموا فينا بي بي هاش اي كان ما يجيش كوارجي شنو تكون؟ وليت نحب نعمل بومبيي مي بطلت كرا 16 سنه جوست في المخ هذا قداش عطيت في الاطخه للنادي الافريقي؟ عطيت لا ما نحبش نقول على خاطر ان سول جوكر هذا جوكر لو سول دايوغ ما عادش عندك حتى جوكر اوكي شكون اقرب ملاعبي ليك؟ تجاني بالعيد جاب حدانا مازالك جاب قال لك جاب حدانا شنو قال لك على الميسيون؟ لا ما قال لي شيء ما انا ضحكت عليه كيفاش يعمل في كريم في كريم تحب تجرب من بعد معناتها؟ خير منه انا في اكثر ملاعبي ما تفهمش معاه كي تلعب شكون؟ معايا انا اي مش في تونس ما تونسي هو ناطر حسين ناطر حسين ناطر ما تفهمش هو قال ما يتفهمش معاه اكثر ملاعبي تخاف منه في التيران شكون؟ حسين ناطر بسلكها لا معناتها ما يكونش لعب معاه اكثر لاعبي ما يلعبش معاك وتخاف منه كي تلعب كونترو يعجبني وكل نخاف منه فما جوار في تونس ما يلعب توا في ستاد كان يلعب في مستير كوارج مش نورمال حسن مسعدي مسعدي سي ان تخي تخي بون جوار باه ملاعبي مغروم بيه ملاعبي تونسي مغروم بيه دراجي اسامه دراج جيم بيان دراج قلتلوش علاش بطلت الكره بطل والله مشي والله مازال جلي بايو التليفون اونكور مي سمعت وكل ما في الميساجات نحكيو
سيدي سلموا عليه برشا وسامه داير ماذا بينا كنهار كنهار يجي بحدنا. نشكرك على الصراحه نادر الغندري، نحب تصفيقه كبيره برشا على نادر الغندري. ميرسينا الدور يا باهي. تعرف شنو ناقصنا في الايميسيون تاع اليوم ولا ناقصنا حنان؟ ناقص حنان. اليوم ابارامون برشا عروسات سي لا بيريود، نحكي لكم على الالكتروميناجي اللي يحب يمشي يجهز. فما نشوفوا التصويره، اغلى فريجيدير في العالم تعمل من دولتشي غابانا، سي اون اوفغ دار الحق يا ربي، سي مانيفيك. الفريجيدير 34000 اورو السوم نتاعو، حل وحدها قال لك عملوا فريجيدير سي مانيفيك، سي اون اوفغ دار كون ميم، سي 100 مليون معناها 100 مليون، اما واحد يحطها اوبجي دار قال لي محلاها سي جلال كسمع سومها 34000 اورو بطل. انت عديو اللي كومبيتيسيون انسوليت هذيا صارت في امريكا، لو جوتي نتاع لاف فيسيل، لاف فيسيل يوزن 50 كيلو هذيا في سنسيناتي. الراجل ربيح 4.80 متر، ربح ميداي، اغزروا ستات قداش معبي اون بليس. هذايا الراجل يترينا كل يوم 6 سوايع على الجوتي نتاع لافلاج لافلاج ولاف فيسيل ويأكل 6000 كالوري بار جور. انسال كل تدعي بيه. En parlant de, alors, si Zied, en parlant d'électroménager, شكون ما يعرفش لا مارك برانت، لا مارك فرونسيز، سي لي ميير بري. مشينا عملنا دورة في الشوروم تاعهم ثنية المرسى، نتفرجوا على الفي تي ار توت سويت. أهلا بكم، جينا اليوم باش نعملوا دورة في الشوروم تاع برانت على ثنية المرسى. أيوا معايا بور ديكوفغيغ تو ليلكتروميناجي، أوني فا توت سويت. مرحبا بكم في شوغوم براند، نقدم روحي غازي الشابي ديريكتور جينيرال دو لا فيليال. تخليكم تكتشفوا معنا توت لا جام نتاعنا من الريفريجيراتور لاف لانج لاف فيسيل كونجيلاتور تيت الكتروميناجي والكويسون. براند من 1924 هي اقدم ماركه نتاع الكتروميناجي، فور لاف لانج لاف فيسيل ريفريجيراتور. Brandt t'offre comme une large gamme de petits et gros électroménagers. La majorité des produits Brandt ont un label économie d'énergie classe 1, معناتها ما يكلوش ذوب الكل. Brandt ont un احسن rapport qualité-prix et surtout اقوى service après-vente. يجي وكم entre 24 et 48 heures بعد ما تطلبوه. كيما تشوفوا فما possibilité باش تبدلوا l'emplacement des étagères. ونذكركم اللي برانت موجوده في 200 نقطه بيع في تونس الكل. بون كوم زياد عندك قهوه جبنا لك كافتير هذيك فوالا اخرى بيا جبنا لك ان كادو، نعرفك مغرومه على الاخر بالتاتيب هذيك لا ماشين سوفيد اللي تحط الخضره وكل تنجم تحطهم في ماني في ساشي نهار الكل وحنا في لي ساشي. سي ميغالو بنتك تحب الفخيت جو سوبوز، دونك اون فريتوز فريتوز يعطيهم الصحه بوغانت. انا ديما ماني نرقد بكري دونك لازمني ما بتي تيزان فوالا. وامين نهار السبت وامين عاد المشوى عاد المشوى كنا مستدعين عندك نهار كافي وعيد باش نتعاقب الواحد بالواحد باش نبدا الاولاني زياد زياد لا سمعتك شكلك نشوي لك الحيمة مالاش حط لك الحيمة بدا يشيل وانا هذاك انا بجيب الفريتوز نتاعي تحيه البراند تجيبها انت تشوي له في الحيمة يبدا زياد وانا نبدا لك في الفريتة دونك عند براند تلقى كل شيء الكتروميناجي الكل من البتيت الكتروميناجي لو كراند الكتروميناجي ومشيو اعملوا دورة لي بري سون سوبر انتيريسون. ميرسي على السيمين بروشين ان شاء الله ما تقعدوش ناقصين. هلا حاضر الانترفيو الصراحة ولا ايه هاي برا نستعملوا كالضوء نتاعنا في العادة برا ايه احمر غامق بالله مرهيب ما خلينا نتكلم طول تك تك اكثر من 15 عام كارير في الميدان تاع الفن ومن بعد فجأة هلا نور نلقاو اغانيها من الشانيل يوتيوب نتاعها مفسخة كل عليش الشين كلها تفسخت عليه انستغرام الشين كل شيء ما تنحى لي. كنت مصحة مع شركة قطرية وميم طون نخدم مع شركة لبنانية فهمتني معناتها هما كانوا موافقين على العقد نتاعي اني نعمل حفلات في الامارات مع الشركة اللبنانية ذي خاطر عندي بارك الله بريسك 14 سنة نخدم معاهم
وشركة هذه القطرية كانت هي تنتج لي كليبات والحفلات نتاعي وكل شيء من قطر. جيت مرة هكا جت موضوع سياسي ما بين الإمارات وقطر، قالوا لي ليه لازمك تجي تعيش معنا تعيش في قطر. قلت ما نجمش وأنا مربوطة مع حفلات معتها بليدات نتاعي في الإمارات وحفلات في السعودية، قلت ما نجمش نجي. معتها بسبب خلاف قطر والإمارات شان اليوتيوب بتاعك وإنستغرام مش ليه معتها أنا كي قلت لهم أنا ما عنديش علاقة، دي موضوع سياسي حاجة تخصهم هما، أما أنا ما نجمش أون بليس دو سا عيلتي كل تعيش في الإمارات، معناتها نهز فليشتي باش نمشي لقطر، كنت قطر باش نمشي نغني غناية غني حفلة ولا حاجة ونرجع في نفس النهار وإلا نقعد نبت ليلة ونروح. بعد قالوا لي لازمك تجي تعيش لهنا، احنا نحكموا عليك أنت لازمك تجي تعيش لهنا. قلت لهم أنا ما نجمش نعيش غادي كما نعيش في الإمارات عندي حاجة. دونك أنت اليوم قاعدة تعاود من الأول وجديد. هما قالوا لي يا تجي احنا أنت كل شيء معناتها تنساه. أنا في بالي معناتها فدليك نقاش بسيط من بعد تحل الامور. قالوا لي انسى الموضوع. فجاه في ليله ونهار لي شين يوتيوب نتاعي تفسخ، الانستغرام نتاعي ديجا توا في 120 عنده توا بريسك 3 شهور 4 شهور حياته جديد. تبع فيها والله تهزينا فيك والله تبع فيها شكون تبيع عليك يا معلم؟ قلت لك ولي تيلي شارجي تصاور خليهم تريشارجي تصار تريشارجي تصار على ماذا شي زي تابتور وريت كيفيت عملت عليه مش فيريفي كونت نتاعي. ما هو الهيني بكل شيء بلي كونت نتاعي كل شيء هما يحطوا لي كل شيء. هما رجعوا اصحابي رجعوا اصحابي رجعوا ونو كي رجعوا اصحابي رجعوا ليه شريكه كنسلوا لي كل شيء عقدي وكل شيء تكنسل معاهم. في اللعبه الاخيره خرج الكلام اللي انت معناتها في وضعيه غير طيبة مع راجلك وتمر بمرحلة صعبة. الميسيون هذيك جوست حكيت هكا اللي أنا وقت بحق وقت تجي الفترة هذيك في الميسيون هذيك وقت أنا الفترة هذيك قاعدة نتعالج معناتها مش حتى كنت تشوف وجهي كيفاش كان تاعب وكنت نفسيتي بسببها. لا لا سافا الحمد لله. ورجعت مع المسيو سافا. لا لاباس الحمد لله. طبيعي أنا نفرح راه بلا تصفيق. لا لاباس الحمد لله والله. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. أمور القلب مريقلة. لا لاباس. كان مساء صفقوا تو سمعت. جوستمون معناتها اسكو باش ترجع تخدم على روحك توا وترجع رجعت رجعت نخدم نورمال من خاطر فما عمل نستنى فيه حتى توا ما ريتوش مع غازي العايد. ما تحكيليش عليا ما علاش بيه غازي؟ ايه عندي خدمه معاه البوم كامل من عمرو. علاش كان طريقتك هكا معناتها حسيتها طريقه عدوانيه ما تحكيليش عليها؟ ايه خاطر ايست منه ما قيست منه. عندي البوم كامل وخلصته فلوس كاش. قداش فلوس كاش؟ برسك كون حكيت 45,000 دولار. قداش؟ البوم كامل. حسب تقريبا 150 مليون. خذيت منها اغنيه بركه اللي هي ابو عين زايغه خرجت المصريه. مع تقريبا 150 مليون تونسي. وخذيت دولار ديجا. مش برشا 45,000 دولار؟ البوم 8 اغنيات باسمه مش اللي هو في جيبه راه يعني باش نكونوا احنا حقانيين. فما موزعين، فما ملحن، هو ملحن. فما شعراء في الموضوع هذايا، فما استديوهات، فلوس كامله. ومن بعد اختلفنا على 2000 دولار خاطرني انا البرا قلت له قال باش نبعثها للموزع الفلاني، قلت له برا باش نشوف موزع ارخص، انا تو ما عادش عندي سيوله باش نكمل ندفع لك الفلوس، خاصه انا وقتها ننتج من جيبي فهمت؟ قال لي لا يا تكمل 2000 دولار يا مش الى على فما عقد واتفاق ما بيناتكم هذاك. ما نجيش انا امين انت متى عشره عمر ما بيني انا وياك ما فما عقود. عندي اوراق وثائق راهو تاع اللي هو تنزلات الاغنيات والناس متنزلت لي بالاغنيات باش يولي اغنيات باسمي. ما نجمش اذا انا نغني اغنيه وهي مش باسمي فهمتني. من بعد الموزع يقول لي تكمل لي 2000 دولار تاع الموزع والا درا شنيا. من بعد نطلبوا يبدل نمرو، نطلبوا تليفوني معناتها يعمل لي بلوك ولا شنيا، فسخني من الفيسبوك. جيتوا للقهوه تباركت له على القهوه قلت له معلم وقتاش اسمع نهار اثنين قابلك فما شيء. وانا انسان ما نعيشش في تونس. ايناف ولا غازي انسان طيب برشا. والله انا مش بلاه زاده. انا زعما جاي البلاتو باش نتشهر على اسم غازي العيادي مثلا. ما انا اليوم فنان نحترمه كمش مؤمنه بيه كفنان ما نخدمش معاه. والله انا بهت معناتها بصراحه مش في بالي الاغنيه سي بون الالبوم قاعد يكمل. اغنيه باركه خرجت من الالبوم هي يا ابو عين زاغ غنيتها من 2017. يا هلو البكش اللي فيه تو واحد عطي سامحني تو واحد عطي 150 مليون لا ورقه لا شيء
شبيك مشكيتش؟ فما وراء اي شبيك مشكيتش كي عطيتو 150؟ ما عنديش وقت باش نمشي نشكي باش نقعد نتبع في وين وقتاش في المحكمة. لا تمشي المحكمة تقول راني عاتي انا الملحن امين والله كان انا كذابة خلي يطلع يكذب. ولا محامي تحطي مخي باش اي محامي يا اخي انت باش تمشي. باهي شنو رايك؟ 150 مليون. باهي انا مرايي يا سيد ادخل بالصلح مرة. لا نحكي لك خاطر ما لا قول لها روع عشيري معناتها غازي خويا عشيري. خاطر حكيالوش هذايا مش 30000 راهو 150 مليون. سمعني ما تغلقنيش انا 50000 دولار. شو انا نعرف حاجة اللي الحاجة كي تبتا ياسر وتطويل ياسر تمسات برشا وهو فنان وملحن ينجم يكون معاش مقتنع حتى بالبرودوي اللي عمله لها لحنه لها بالك شي فما حاجات اخرى لازم تعاود شوف فما دي ديتاي يمكن كان يجي غازي بحدينا هو يحكي لك تسمع حكايه اخرى انا ماذا بين دينا كان فما حاجه بالصلح اما سينو غازي انا اول مره نسمع اللي غازي مثلا اللي في حكايه فلوس هكا ياخذ فلوس وما يلحنش ليلي يمكن صارت له مشاكل يمكن صارت له ظروف انا ما نجمش نحكم اما انا نحب خدمتي تمشي معروف اللي عندي ميساجات ما بيناتنا خاطر غازي ملتزم غازي. في خدمته معروف اللي غالي معناتها الكلام الكلام اللي قلته هلا لا ينقص من قيمه غازي العين ليه 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 انا لو ما نؤمنش بغازي كفنان وملحن ما نخدمش معاه وما ندفعش فلوس قبل الخدمه هي ما جاتش اللي بالفايده انه عندك زوز اغاني جدد تو دونك واحده لبنانيه واحدة من التراث التونسي. أنا لحن. علاش اخترت لبنانية؟ أنا فنانة عربية، لازم نكون متوجهة لكل الجوانب، وكما زاد نجم نغني في لبنان، نغني في مصر، نغني في الخليج، الأغاني العربية مطلوبة، لازم الفنان يكون متطور من غنيته، ومعناتها أنا مانيش قادرة نخدم محليا، كيش نخدم محليا راني ركزت على تونس. الأغنية التونسية صار فيها إشكال. وي هي اغنيه يا ليلى تنسمعهم بعد شويه يا ليلى عيونك سود وقتاله يعني شكون ما يعرفهاش انا تربيت بها يمكن خاطر نحبها في العروسات كنت ديما ماشي ستريو نشيل الجو هذاك حبيت اني نغنيها بصوتي حبيت اني نغنيها بدلنا الكلام خدينا الكلمات من حمزاوي وتوزيع صبر الزويغي وحبينا ندخلوا لها بروح جديده وقعد اللحن هو اللي نحبوه بعد جيني ميساجات من عند الشاب عماد نذكر بالخير بورتون هبط برشا كلام خايب على صفحات جربة قال الغنية هذه غنيتي وانا قبل ما نسجل الغنية تأكدت ان الغنية هذه راهي تراث من التراث معروف التراث فهمتني انا ما نجمش انا غنية الراجل نقول له سلام عليك قتلته معناتها مش نهبطها قالوا لي برشا عبيد الغنية تراث وهو سبني في برشا صفحات في شاب عماد فنان جربي جربي هبط في برشا صفحات وقال الفنانه هذه نكره درشو درشو غار على الغنايه غار بارك الله فيك بغيره كمان هبطها باش هبطها هبطها الغنايه هبطها هبطها وغنيتها مش كي هو ولا مش كيش ما ماهيش غنيته هو قاعد يحب يعمل بلبلة تراث تراث هو حياه الغنايه كل دوك اش نسمعوها شويه اخر ان شاء الله بعد شويه نسمعوها معك المعروف عليك تبارك الله معناتها انت فنانه كنت تحكي لنا قبيله شد انتباهي كلمة قلت أنت خشفية 50000 دولار تبارك الله لاباس عليك ما الحمد لله الحمد لله مستورة الحمد لله مستورة أخويا مدير أعمالي مستورة مستورة يا ما لاباس عليك منين تجيب في الفلوس؟ أمورنا دخلك أنت خالد قلت له أمورنا وقلت له بشوية أمورنا هل الفن يكفي وحده؟ أنا مرأة أعمال قبل ما نكون فنان بيعوا في التلفزة بيعوا في الفريتوز وأنا دي فريتوز صلحوا في الشريط كان عندك تليفون كاس اللي جانا الخميس نخدمه هذه اجابه هذه اجابه كوميديه نحب الاجابه كوميديه شبيه حقرنا يا معلم شنو بونتي بروجي الماء باش نولي نقدوا السواري والسواري ونعملوا المعطفه هذاك علاش الواحد هل الفن وحده هو اللي لا لا بيسور لا لا اول حاجه انا من عائله منصوره ثاني حاجه دخلت للفن وعملت فلوس من الفن علاش مش وعملته في تونس لهنا ايوا في بلادي ومن بعد كي خرجت لبرا نلقى برشا فما بزنس ولقيت روحي اللي انا في مجموعه طلبتني تاع الخدمه ما عرفت ويت ناخذ في المشاريع نطورها ونبيع. شنو هي الاعمال؟ جينا توا. شنو الاعمال؟ مثلا ناخذ سبا سالون سبا يكون هكا قديم ولا حاجه نعاود نرممو نخدم على السوشيال ميديا نكبر الشيء هذاك ومن بعد نبيع. سبا؟ مش سبا يعني سونتر مثلا نتاع تجميل ناخذ عملت ريستورون نفس الحكايه كبرت وطورت واسمه تكبر نبيع هكاك نوي دخلت بعد في العقارات دخلنا في الحاجات هكاك ويت نعمل في البزنس خدمت امراه ناجحه وتونسيه احنا نجم كان فرح نجم كان فرح انترفيو صحيح ولا غلط انترفيو صحيح ولا غلط شعطيك كل مره حاجه في عندك 15 ثانيه فقط كل مره 15 ثانيه فقط باش تجاوبني صحيح ولا غلط
هل صحيح أن هلا نور حبوا يقصوا لها يدها في مصر؟ وي صحيح هذا. هذه مرة ماما عندي أمي مغرومة بيس بحاجتك بتاع التراث والحكايات، هزت مرة لمصر قالت لي نحب تو نمشي سيد مقام الحسين ونمشي للسيدة زينب وتهزني. مع الشوفور كما هكا ما عادش أنا حطيت يدي كما هكا نوزن نعمل في الهواء كما هكا. يا مدام دخلي دخلي إيدك أنا على الدخل نراك كيف السكينة عاملة هكا. والله العظيم عاود سافرت لمصر بعدها ولا؟ سافرت برشا جمش هكا 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 على المونجيلا. هل صحيح هلا نور خطفتها عصابه في دوله افريقيه وهربت منها؟ هذه مش في زنجبار كانت عندي حفله غادي كيني. وعليه حبوا يخطفوك؟ مش حبوا يخطفوني. ساكي ساكي هزوا لي ساك وانا نجري وراهم نجري وراهم اعطوني الساك اعطوني الساك. وهي ظلمته مش هذا مو ساكي يشبه الساك اللي مش يسافر مش يشبه الساكي وهو يجري للطياره هز لي ساك ونجري وراه ردوه خطف ما خطف اللي بعده. هل صحيح انه هلا نور صغرها عادته تجمع في تمر وتعرف تتشعبط في النخله؟ بون خاطر انا من الجنوب من قفصه عندنا سواني ما شاء الله غادي لقب تاع دقله نور هي تو فهمت بابا اسمه نور الدين. اكيد ما دقله مصاحبه بابا كان كنت ديما نحب نقعد في 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 شو اسمه الثانيه الثانيه برافو عزيز في المغرب ديما نحب نطلع نشعبط على النخل وديما النخل ما عرفتش لو يتكلم خليجي يعني لا 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 ما تخرجش يدك بشباك ولد بالك مني. ديما نحب نشعبط على الاشجار ونرقد فوق كلمه الادغال وحكيت هذوكم ديما عندي الفكره ذيك. هل صحيح انه ابوك حاب تطلع راجل؟ اي حابك طفل من الاول؟ احنا اربع بنات اربع بنات وبابا ديما يحسني لي انا ياسر عمليه في الدار ديما كل شيء انا هيلا بعرف تجيب هيلا اعمل هيلا وانا ديما يوكي فهمت هادي نور ديما يحجم لي شعري قرصون كيما ميغال انت صغيره كان شعرك تقصقصي ويا همي عمين حتى بابا الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه كي يجيب شي موت يقول يرد بك على خواتك بورتون انا ما تمنيش الكبيره هذاك علاش انت اللي كبرتهم وتليت بهم وعرست الحمد لله توعرست لهم الحمد لله يعطيك الصحه تستحق تصفيقها كبيره. شو رايك تصور قولي تعمل معاه ديو ولا التصويره الاولى وين مروه عيسى ما سمعتهاش صراحه ما كوري لو باش تزيدني وتضيف لي علاش لي شكون هذه والله ما شكون هذه بصراحه ما مش حلوه معروفه مروه ما تعرفش مروه عيسى والله ما نعرف شنو اللي ما نعرفها والله ما نعرف عامله تكليب اخر مره شو روبتها ما حلاش جدك ما تعرفهاش ما نعرف شكري عمر حنيشي قال صوتها احسن احلى من صوت اليسا لحظة بالله انا ما سمعتهاش انا الوجه نعرفه اما راني والله ما نعرف انا باش نعطيك سؤال بطريقه مغاير اوكي هل ما نعرفهاش هو موقف ولا ما نعرفهاش هو بالرسم ما نعرفهاش والله ما نعرفها والله ولا عمري سمعتها به تعمل ديو مع منال عماره به ولا منال صاحبتي ونموت عليها بوركوا با هذه تضيف لي منال ضيف منال اليوم عندها اسم وتعجبني البرودوي ما نقول يعجبني البرودوي نتاعها تعرف توصل المعلومه به مع اساور تعمل ديو ولا بيان سور ليه لا علاقه ببعضنا ليه ليه بعيد ياسر بعض هي فنانه وتغني مشروع تاع شباب يعملوه شو ودجا ودجا عندكم شبيها من بعضكم عاش كان موافقيني ولا اي سي فيهم لا لا ما فهميش سي 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 اي سي سي في الجونغ لو جونغ مش الشبيهه فما فرق يلقى نفس الطبيب انا مش فما فرق نفس اللي فوسيت اوريجينال انا يكون الفوسيت معناتها هي مش فوسيت بالرسم بالحق خويا رايك رايك انت حره نادر يضحك نادر شبيك نادر طبعا ليش تشبه لي نادر لا ما تشبه لكش بلا خليك في ايه انت نادر جوا خلاص وحبت خسارة تعمل ديو مع حياة جبنون ولا ايوتا توا ولا قبل الابتهالات في رمضان هي توا كان رمضان توا ولا قبل توا توا اي احنا نعمل حاجه رمضانيه نعمل لبس جبه وخمار اسهل كانت تضرب فيك بصباب تقبل قداش البوانتور بالليل لا الوالد لا براسك تضرب فيك بالصباط لا برشا عباد يقولوا لي تتغش منك برشا قبل خاطر انا كنت شويه فنانه استعراضيه كنت نعمل استعراض اكثر من الفن وكنا نتقابلوا برشا في حفلات ونحسوا ياسر تتغش منه هبطوها هبطوها سي بافري نحبها برشا هي اش بيك هي هي باغي صغيره هي طايره حتى انا عملت ما يصير معناتها ايش رحت هبطوها قالت لي هبطوها اي صارت قالت كنت طايره عملت لها اي ما ما صارتش لي بالرسمي ضربتك بالصباط انت حابش تقول اي بلا ما انت ما حابش تستعب هما ضربتها بالصباط
بلاد حب تحية كبيرة برشا الحياة إن شاء الله تكون بحياة يدار وهي أفيك أن غون بليزير ونجهولها الدعوة كانت حب تكون موجودة معنا نفس شوية سمعنا أغنيتك الجديدة نسمع أغنيتك الجديدة فوالا نسمعها بلاي باك تو سويت في جي دي تي برافو تصفيق اقوى منك على هالة نور برافو يا اخي تقول يا هالة ولا يا لالة ليه جمهور يقول يا هالة جمهور معانا في موجه اخرى بالله تحيه للفلاريت اللي تصفيقة كبيرة لعاد كرميوي تلقاه موجود كل نهار خميس في جي دي تي في الحقيقة دونك بالله تصفيقة نحب اخذ لك على صديقنا صديقنا عهد ايه مرحبا نجم نقول لك زميلتي معناتها توا ليه؟ نجمو زميلتي المنشطة المنشطة وي ايش رايك في تجربة التنشيط؟
والله تاشر بياسر مزينة الحقيقة. أنا من الأول ما كانش عندي غرام بالتنشيط معني، أما كي جتني الفرصة هذية شفت اللي الدومين تاع التنشيط خارج استوديو معناتها مع عبيد حاجة بليزير معناتها شو نقلك وانا شاطرك الرأي معناتها خارج استوديو مع عبيد قالوا غلا ساعات تطيح مع عبيد معناتها خارج استوديو تحكي ويديك موجهة يدك اليسار موجهة زياد واليمين لي أنا أخذت ذاك اللي نقصد فيه خلينا نلعب لا لا انتم اصحابي قبل كل شيء لا اخويا مفادلك كما برسمي حتى شفت فينا احسن ما عرفت معناتها من اصدقاء اولاد عايش هما صديقي سفيان وصديقي وليد سفيان وليد معناتها اصدقائي الزوز وليد وليد سالم عليهم برشا معناتها قاعدين يتفرجوا تاع ليميسيون على توا ما رجعتش في حنا بعد علاش؟ ان شاء الله قاعدين نحضروا على قريب باش ترجع صاروا مشاكل في معناتها صار حنا بال قصت ورجعت دونك توا قاعدين نحضروا ان شاء الله تصوير متاع الحلقات الجايين في العام الجديد ان شاء الله باش تبدا ليميسيون سيزون 2 وكهو اي باش يكون فيها هكا ما تحب توصل بعد في التنشيط ولا لوك جديد كان تجيني فرصه في برنامج يشبه لي ولا يعجبني انا برامج موجودين يشبهوا لك تيمو اليوم هذه صغرونا خلينا اليوم باش نقول لك راني انا اليوم معناتها ياسر نحب الصغار باش نقول لك ياسر نحب الصغار ماذا بيا ايميسيون تاع صغار نبدا ناخذ نعطي مع الصغار خاطر نحس روحي صغيره برامج معناتها صغار هي وانا استعمل برنامج انت فيديو تصور اسا برامج الصغار لازم نشوفهم كبار مش صغار اي انا كبيره صغيره مينياتورين نحس روحي ديما معناتها مخيفه مع الصغار بلا كان عندك سؤال فازي يسال زياد يسال قداش عمرك قال لا بالحق العمر قداش تعطيني 23 في عمرها هي 23 سنه معناتها تسمى مساهمه في مسلسل من انجح المسلسلات وعامله ايميسيون دونك برافو نعتبروك ليش حماطه ما زلت كي حاطت ساقي راني انا ما زلت العميل عليك مازال يا ربي العميل يا ربي العميل عليك شبيك تعمل سي جلال تكلم لي زياد لا سي جلال شنو رايو خاطر يحب يقول لا خاطر من قبيله باهت ولا راكي باهت شعتي لا نسمع فيكم انا حسيته هز النوم لا ما يهزوش النوم قال لكم قبيله اليوم انا هو البرنامج الموجود اليوم في البرامج في القنوات اللي ترى روحك مثلا نجم تساهم فيه ولا تكون موجوده فيه ولا تنشطوا انت نشطوا انا ناخذ بلاصتك واش والله هذا اللي بيك يجي والله بلا تصفيق على ولا ما عندي حتى كومبليكس بلا تصفيق على ايه مقدمه جي دي تي نعمل طلع على ال كونتكتور خذ 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 جيب لنا خدم خدم مش على طول بطل شوف معك كيف تمشي ترجع خذ راحتك كيفاش اليوم ايش عنا اليوم ايش عنا اليوم كسكسي بالمقا لا لا امين يكمل يسال عاد اه بس نشرة اخبار هكا عاد صرح روحك كيفاش اللي طول تتسل شوي بالبسطه خليك تقدم الفقره الجايه صحيح اما قبل ما سمعت لي عندك زوز افلام جدد اي منهم فيلم في فرنسا اي جاتني كيفاش عرفت يا انت بون هيك انفيتي جاني اي جاني اقتراح فيلم باش تعرض في فرنسا فيلم معناتها باش يكونوا فيه برشا جنسيات تونسي فيلم تونسي فرنساوي الفيلم اي حقيقه باش يكونوا فيه برشا جنسيات حتى جزائريه زايده والحقيقه ما نحبش نحكي في التفاصيل مازال حتى شيء ما هو صحيح دونك ما فما حتى شيء فريمون صحيح نجم نقول سور باش نجم نحكي لك على ديتاي ان شاء الله ربي سهل ان شاء الله ربي سهل بليت حتى تصفيقه والله هذا دعم فيه ديجا يسمى به تعتبر روحك انستغراموز اليوم ولا هو ردوني انستغرام معناتها هو انا يعجبني الانستغرام كيفاش تعرف انستغراموز ولا عندك دي برودوي مثلا تبيع فيهم على انستغرام ولا لحظه واحده واحده جاوبني على اسئلتي الساعه عندي دي كولابوراسيون لحظه انفلونسوز معناتها المرحله ذيك اقوى برشا انفلونسوز اكثر من انستغرام خاطر باش توصل تاثر على العباد ماهيش صعيب ماهيش سهله معناتها انك كريديبيليتي لاهداف تجاريه ساعات كتاب دي بوبليكاسيون نورمال لقيت روحي عندي انستغرام كبر وحده معناتها علاش كي تجيني خدمه يجيني رزق نقول لي معناها ما نقولش لي بيان شو رايك في زملائك لي انستغراموز اللي حرقوا جا فما واحده اخرى الجمعه هذه اللي حضروا حرقوا الحقيقه نتاع ربي سامحني اللي الانستغراموز هذه اما فرانشمان الا تور
كيفاش ما فهمتش معناتها كيفاش تاثر على العباد بحرقه ما اثرتش هي تاثر قدر قديش من عبد يتبع فيها باش تاثر هكا هي وصلت وش بنينا ما نوصلش فما عبد تبعوا هكيكا معناتها ما عندهم ما يعملوا لا يقرا ولا يخدموا شادين تليفون ويتبعوا في العباد تبعوا فينا نحنا معناتها لازم كل واحد في انستغرامو يعرف شنو يهبط وما يهبطش. انا ما نشجعش على الحرقه دايوغ ما نشجعش حتى ولا ما نشجعش على الحرقه وحتى سباكي تعديت صاحبت زياد ما نشجعتش معناتها على الحرقه بكل. هل مع ضد الهجره كان تجيك فرصه تهجر حنان تهجر ولا؟ لا تو سبونسوريزي هجر سبونسوريزي. ليه انا جاي لوكازيون انا عندي باسبور فرونسي ومي فرنسي. سامحني انا اللي غلط اللي سالتك. تهجر ولا؟ انا سامحني عندك باسبور انت عنده اصلا ما عندوش باسبور عنده باسبور كندي عنده باسبور كندي وانا امي رسمي بس امي كنديه امي كنديه تيجي تصلي على النبي بس ما نعرفش تلقى هجره كي تلقى فرصه باش تهجر تهجر في الوقت هذا فتره هذه فتره عويصه قاعد نمر بها نهجر وين وين تمشي عويصه تمشي برنامج وعندك برنامج على حد وعندك مسرحيه عويصه انت عويصه وابعد شويه على حنان بالله رايح حاجه هذيك عويصه تورك على فتره عويصه يجاوبني وسيم لا ما نهجرش نخلي هكا ما تمشيش باه هذا هذا انت عندك باسبور جنسيه اخرى عندي جنسيه قفصيه انا عندي باسبور تونسي تونسي معناتها كان يجيك فرصه تهجر تهجر لا 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 ما نحبش نادر انت غير معني بهذا عندك باسبور ابدا نحب تونس باه مريقل صح لا ابدا لا 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 بلادي وانجارك تعال يا بابا اللي ما عندوش علاش باش يسافر ويهاجر يقعد وزيد تعرف شنو طموح الشعب توا دار والماما هكا ولا الماما اي صحيت والله دار واللمة ما فماش احلى من العيله واللمة وريحه البلاد صدق ما اسمعني شو تبدا عندك شكون حاجه تشدك في تونس بيان سور تقعد خير انت تهاجر ينجم يكون حاجه خلينا نخدم على روحي لان منشط ليه غادي ليه يا اخي معناتها ينجم يكون عندك حاجه تشدك في تونس مثلا حب عندها مثلا برشا حب البداية فيها برشا حب اي عندك حب يشدك في تونس انت ولا ايه؟ ما زلت الحقيقه ما زلت قلت له شيء ما حبش شايفه مروحه مثلا والله نفدلك عليها طويله تشرى طويله بالكرسي نتاع مين طويله خلص معاها الحقيقة لي مازال ما فما حتى شيء تونس أما تونس ما يشدنيش على خاطر حب الحقيقة لا أنت ما جاوبتيش على سؤالي هل معناتها عندك شكون في حياتك اليوم ولا لا ما عندك شكون عيني في عينك بس اللي يحبها يقرا سي زياد لازم يعدي اسمع بعد اذنكم معناتها جوست معناتها عندي ملاحظه لها هي معناتها ربي فضلك الوالده ساعه امين ربنا يعيشك يفضلك ما عندك وان شاء الله يا ربي تركت ترك كبيره وترك في دارك ترك فرحانه خاطر نعرف اللي معزه البو بلاصه البو ما نجم يعوضها حتى حد وانا متاكد الوالده نتاعك عوضتك على ابوك اللي توفى ان شاء الله ربي يرحمه وان شاء الله ربي يفضل لك دونك برافو لها الوالده نتاعك ونحب تصفيقه على الوالده نتاعك ترجع بلاصتك؟ علاش؟ هي عجبتني البلاصة هي ديرة كان عجبتك خذ راحتك يا ودي تفدينا منك انت خلينا انت الاخر هذيفة لا اصلا شو قالوا خلينا انت عرفت شنو باهي انا توحشت بلاصتي راه بالحقيقة والله منك توحشت بلاصتك فوالا ارجع بلاصتك معنا يا خويا سبونتاني لا اسمعني عندي ليك عندي ليك جو نتاع منو ما عندكش شكون في حياتك خلينا نختارك شكون نخدم خطابه في اوقات الفراغ باش تخطب لي البرنامج هذا عملنا فيه برشا حاجات باه كل مره تحط لك زوز تخلي واحده اوكي باه بنسيم زيدية ولا عربي الناس العربي نتصوروا خير خذ لهم تختار معناتها فتاة احلامك الحقيقه عربي ما نعرفوش بيرسونيلمون نعرف شويه نسيم نختار نسيم شو ما بيناتنا حتى شيء اخواتي انا وياه ونعرفوا بعضنا شويه اما نسيم يقرب لي تبرر معناتها يقرب لي الستيل اللي نحبه معناتها خاطر ماني اي كلمه نقولها تولي حكايه دونك وليت نبرر كل شيء يا نسيم ولايت بوغوس ما احلاش اي نبي نسيم خاطر يقرب لي الستيل هكا يقرب لي الستيل اللي تحب عليه انت باه اي هكاك بين نسيم زيدي دونك يقعد نسيم زيدي انا منو بالقريره وكان تحب نزيدوا بلاصه العربي مازني جنجون باهي جنجون جنجون نيجيريا ياسر نموت على الموسيقى نتاع جنجون فريمون ياسر نحب الموسيقى اللي يعمل فيها غنيته كل حفظتهم عدي لك ليله كامله كونيكتي ما يتلاش اما فيزيكمون الحقيقه نسيم اقرب للفتاه احلامي زعما نقولوا فتاة أحلام. أنا حاسة فيما تمنى تحب الشكل أكثر من الرجولة هي. لا لا. ما نعرفوش جنجون بيرسونيلمون. لا هي تحكي برشا على الستيل. رجولته خير ما تعرف. لا 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 تحكي على الستيل برشا. إي بيان سور خاطر ما نعرفوش بيرسونيلمون. اسمعني شو خذ الخبرة من عند تتاوات الزوز.
تتاهيلا وتتابيا وضعت تدخل لي لي بالحق بوان بوان انا ما نعرفهمش بيرسونيل ما نعرفش الكاركتر نتاعهم بالقدي دونك عشان باش نحكم نحكم توا على الفيزيك اللي يقرب لذوقي اوتوماتيكمون دونك خلينا نسيم زيدين بدو تصوير اللي بعده فريق الجزيرة تصوير اللي بعده نحينا جنجون وحطينا عزيز جبيلي ايه عزيز جبيلي ما غير عليه عزيز جبيلي وعليه اختار علاش كاركتيرو ما نعرفوش ما نعرفوش بيرسونيل ما محلي يعجبني محلي بحق محلي تحسوا هكا راجل هيا عنده كاركتير ولا قاعده تعلم معناتها تعلم في ساعه الاخراني الاخراني يعني الصوره الاخرانيه نحيو نحيو نسيم زيدية ونحطوا بصمه غايلين الشعليني غايلين الشعليني خمم ساعه خمم هذا اوستيران يلعب يحرك هذا فصالة انت يدور فصالة ارمي له كورة فصالة وسايبه يا براس بده يهز ويشوت من بيت القهار عيني 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 ما نعرفش الحقيقة زوز ترى استعين بصديق استعين بنادر يعاون خذ من زوز حط ضد الشعبر عاونها نادر ما قل طفلة هي تختار شكون تختار بين ممثل كوارجي مثلا عاونها انصحها ما بين كوارجي وممثل هو كوارجي غالي ان شاء الله ليه ما يحبش كوره يعني هاي بالك ما تعرفوش يعمل في الدنيا غندري غندري معاه عيبها بالكوره خليك عليه هكا خليك على عزيز عاقل متربي ولدي عزيز جبيل حتى هو متربي دونك فات احلام ايه عساس هو عزيز جبيل ما عادش كان عزيز عنده شكون في حياته ولا ويتفرج اما لعبه اللي هذه هذه لعبه هذه ولا اي لعبه لعبه بس لعبه مقنعه مش لا 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 لعبه 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 موفقي انا الجمعه اللي فاتت ما قبلت كادوري غايلين عليك هيك مسيك كادوري مروح انتوا غايلين شو عملوا باهي حتى تصفيقه كبيره برشا على ايه ان شاء الله بالتوفيق يا ايوتا يا باهي بنوته خدامه وربي يفضل لك الوالده نتاعك وان شاء الله يا ربي الفيلم اللي في فرنسا يكون فيلم ناجح وان شاء الله العوده التلفزيونيه 2022 على قناه حنا بعد تكون عوده ناجحه وان شاء الله نعاود نراو في مسلسلات واعمال رمضانيه اخرى بالرسمي تصفيقه كبيره برشا على ايه هكا كون وصلنا لاخر جي دي تي بالنسبه للجمعه هذه نقول لكم الجمعه الجايه استناو حلقه نار استثنائيه كلها ضحك ولعب من اللي تبدا اللي نتوفى نحب تصفيقه كبيره برشا على مهدي المولي نوستالجيكا باي مهدي المولي اللي معاه شويه اخر ايمن رحال يحيى محمد رنا زروق برافو ليكيب الكل والعازفين اللي حاضرين معاه كله ميرسي مهدوش كل ما تجي تعمل لنا الجو الطياره على الاخر وهذه ابلود تجيك من عند الببليك اللي حاضر معانا ونقول لكم برافو به ومضاتكم الاشهاريه نبداها من حنين ميرسي دالي سوكاروبا المزيانه هذه اسباس وهيبه في العوينه المكياج كان سهير خالد السوري ودادا كريسون البوك دوغي ميرسي تحية الهاني على الملابس هاني كوليكشن على الملابس الجميلة جوزيف كواف على الشعر الجميل الممتاز وبارك الله فيكم كوكو لونيت وانتهى خويا مين به هلا حاب نقول ميرسي مدام ذو حامس بريستيج على الربا المزيان هذيا والشعر برقاوي مكياج زيد برقاوي ميرسي بيان به نادر شوف تحية تحية لخالد بغبيغ في المرسى وتحية بيسكي باري به في باريس الضرب وصل باريس جم انا ميرسي فيوليت بور لا ميز ان بوتي وميرسي ماما ربي يفضلها لك ان شاء الله جلال المريكي جلال ميرسي القلصي اللي لقيت فيه الحوايج شعري مش متعبني في المشطه انا نذكر بالذات نتاع العرض نتاعنا نهار 8 جانفي 7 نتاع العشيه في المسرح البلدي ملا الجو زيد والله ميرسي لجوزيف كواف لاك دو وكا ونحن نهار السبت هذا باش نكونوا في المسرح البلدي لو 25 كان اخويا ميغالو في الرخلي يكونوا حاضرين في المسرح البلدي في تونس دونك نهار السبت اللي ما عنده ما يعمل فازي مشيو تفرجوا ولويت بيان سور ولويت مشيو تفرجوا لويت في المعلم في جلال وكو في ملجا انا نحب ان غران ميرسي لا مانيفيك حبيبة جوليري بور لي بيجو ميرسي أميمة بنتنا على الغتوش والمكياج به حب تحية كبيرة برشا لسرار في المولدو في لاكدو ميرسي سرار اللي كل جمعة كوستيوم خير من أختها أصلا 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 وربي يفضلهم ويعطيهم الصحة برسمي حاجة ممتازة على الآخر ومن اللي برسمي نحب حاجة سابغ تكون أكثر تشبه لي في الشخصية نتاعي معناتها هكا سابق سامبل على الآخر وحاجة مزيانة جوزيف كواف في لاك دو ميرسي جوزيف كواف اللي جينا كل حلقة ويفرح بينا وميرسي حما يعطيه الصحة وهو والأولاد اللي معاه كل
وبرافو ليهم الكل. فوالا اي برافو ليهم الكل. ونحب تصفيقها مره اخرى على مهدي المولي في نوستالجيكا. نشكرك برشا نادر على الجايه بحذانا اليوم. ان شاء الله تكون عملت جو وتفرهد. دي تري 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 بيان، بارك الله فيكم. الناس الكل تعب شويه مع مي بون. لا ما تعبتش. هلا يعطيك الصحه يا ليلى، ان شاء الله بنجاح ليك والسنجل الجديد نتاعك. ان شاء الله ربي يكسر الدنيا، وان شاء الله ديما ناجحه. ايه محليك بنوته، وان شاء الله ربي ديما الروح ناجحه وديما متالقه. السماوه في 2022 على قناه حنبعل، وعمل سينمائي جديد تونسي فرنسي وجنسيات مختلفة. جلال استناوه جلال الدين السعدي هو كوثر الباردي نهار 8 في المسرح البلدي في ملا جو. امشوا تفرجوا فيهم، متأكد باش تعملوا جو. والرخلي مع وسيم وزياد ميقالو نهار السبت هذا، نهار 25 بإذن الله، 25 ديسمبر دونك في المسرح البلدي. دونك ميرسي الأولاد، يعطيكم الصحة. خليكم مع مهدي المولي نوستالجيكا. احنا نتقابلوا الجمعة الجاية. باي باي.